بسم الله وعلى بركة الله نبدأ. معظم مجتمعاتنا العربية للأسف منتشر فيها ظاهرة الأعمال والسحر، ظاهرة ليها أثار سلبية كلنا طبعا عارفينها. النهاردة أنا مش هحكي لكم حكاية واحدة، لأ، احنا لينا اكتر من حكاية هنعرضها وفي اكتر من بلد، كلها حكايات ناس قدرت انها تواجه ظاهرة سببها الحقد والغيرة. واولها حكاية حزام الصداقة الفضي. في اليمن ظهر على مواقع التواصل الاجتماعي جواهرج بيحكي عن سيدة راحت له عشان تبيع حزامها الفضة، وده بالرغم من ان هو هدية غالية جدا عليها، هدية من صديقة عمرها من حوالي 20 سنة. وطول ال20 سنة السيدة اليمنية دي كانت محافظة على أغلى هدية بالنسبة لها، ودي لأن هي اتهدت بيها ليلة زواجها، ورغم ظروفها المادية وأنها محتاجة فلوس لإجراء عملية للإنجاب، ولأن هي كانت مضطرة من حرمانها من الأمومة من 20 سنة، فقررت أخيرا أنها تبيع الحزام الفضي ده وتكمل فلوس العملية، بما أنها الأمل الأخير بعد تعب سنين طويلة قوي في المعاناة دي. محدش حاسس بحرمان الأمومة غير صديقة هدية الحزام الفضي، صديقة لازمتها في ليالي العمليات والمستشفيات والألم. سيدة اليمنية ورغما عنها راحت تبيع الحزام الفضي، والحزام اتكشف أمره على إيد الجواهرج اليمني اللي قدر يفضح سر عدم إنجاب السيدة لمدة 20 سنة. الجواهرجي نشر على مواقع التواصل الاجتماعي قصة سحر الحزام الفضي، ووصفها بأن هي أغرب حاجة شافها في حياته. الحكاية على لسان جواهرجي الصاغة اللي قال: أنا دخلت على سيدة وزوجها، واضح عليهم أن هما من أسرة محترمة. السيدة كانت عايزة تبيع لي حزام فضة، هي وضحت لي أن هو غالي عليها جدا وأن هو عندها من زمان ومحافظة عليه، لكن لاحظت من السيدة دي أن هي حزينة، فكان رد فعلي وقتها أن أنا أصبرها، قلت لها ربنا هيعوضك خير إن شاء الله وتشتري الأحسن منه كمان، لكنها ردت عليا بان مفيش حاجه تقدر تعوض ابدا هديه صديقه عمرها، وان صديقتها هدتها بالحزام الفضي ده من يوم فرحها من 20 سنه، وانها ممكن لو ينفع يعني ترهن الحزام الفضي بدل ما تبيعه، لان هي محتاجه المبلغ في عمليه مستعجله، وفي نفس الوقت مش قادره تفرط ابدا في هديه صديقتها. رد الجواهرجي بان هو موافق، وده لان هو ما كانش عنده مشكله، خصوصا ان هو شاف السيده شافها متمسكه قد ايه بهديه صديقتها. وكمل الجواهرجي بان هو قال للسيده: شكلك بتحب صديقتك جدا، وكان ردها انها فعلا بتحب صديقتها قوي، وان محدش كان واقف جنبها وقت ازمتها ومرضها غير صديقتها دي، ولولا الظروف واحتياجها للمبلغ المالي ما كانتش ابدا فكرت انها تبيع الحزام. بعدها الجواهرجي اتفق مع السيده ان هو هيبيع الحزام بنظام المراهنه، يعني الحزام الفضي يتوزن ويتعرف كام جرام وجراماته بقد ايه بالظبط من الفلوس الحاليه، لكن لما السيده تسترجع الحزام وتشتريه من تاني هيكون بالسعر الجديد. السيده وافقت وفرحت جدا ان هي مش هتخسر هديه صديقتها. ولما الجواهرجي عين الحزام الفضي اتفاجئ بحجمه التقيل ووزنه الغير عادي، يعني الحزام على شكله كان مش طبيعي ابدا ان ده يكون وزن. الجواهرجي شك ان ممكن يكون في نصب واحتيال، فقعد يقلب في الحزام شمال يمين، وراح للتوكة بتاعت الحزام، اكتشف ان التقل الغير مفهوم ده كان من توكة الحزام، فكان رد فعل الجواهرجي انه قال للسيدة: شكلك حاطة في توكة الحزام حاجة هي سبب التقل ده، وانك عملت كده عشان تاخدي فلوس اكتر. اقسمت السيدة ان الحزام هدية من صديقتها، ومن ساعة ما خدته منها ما حطتش حاجة جواه. ساعتها ما كانش فيه حل غير ان الجواهرجي يقطع الشك باليقين ويفتح توكة الحزام، وهنا بقى حصلت الصدمة، وتفاجئ الجواهرجي بوجود طلاسم فيها أكتر من تعويزة، طلاسم ما بين كره الزوج وعدم الإنجاب وعقم وطلاق. ورقة الطلسم وضحت أن صاحبة العمل كانت المفروض تكون الزوجة، وده لأن هي بتحب زوج السيدة، وعملت سحر التفريق والعقم. العقم بقى اللي استمر 20 سنة، انهارت السيدة ووقعت لما تفاجئت أن صديقة عمرها السبب في كل مشاكلها وفي عدم خلفتها كمان لمدة 20 سنة. 20 سنة من الحرمان والمشاكل والبكاء، 20 سنة الصديقة قريبة من السيدة مش عشان تساعد أو تساند، لكن للشماتة في صديقتها.
ورقيبة برضو عشان بتستنى الوقت المناسب لتدمير بيت الزوجية. وفي النهاية شاء القدر وبعد 20 سنة يتفضح أمرها بعد بلاء مرت بيه السيدة وزوجها. وأخيرا نصح الجواهرجي إن أي هدية لازم تكون حريص إنك تفتشها. وبعد نشر قصة السيدة اليمنية دعمها رواد التواصل الاجتماعي واتمنوا لها الشفاء العاجل. لكن في حالة استياء من الشر المنتشر والثقافة المتداولة في استخدام السحر للأسف الشديد. أما تاني قصة بقى هي الراقصة والمنتج. الفترة اللي فاتت ظهر منتج شهير صرح ان هو عمل ربط النجم الفلكي لراقصة مشهورة، وده بعد ما فشل ان هو ياخد فلوسه منها بالقضاء، وفشل كمان برضو انه يحاول بالود او كمان بمساعدة وسيط ان هو يرجع فلوسه من الراقصة دي. فلجأ المنتج ان هو يربط نجم الراقصة الفلكي، ومع ذلك استنكر المنتج وقت ظهوره الاعلامي ان الربط الفلكي ده مش سحر او عمل، وانه هو عمل فلكي لجأ له لحل الأزمة، عمل قدر يغير بيه المسار الصحي لنجمة الرأس، فبالتالي المرض يسيطر عليها لحين ان هو يقدر يسترد فلوسه منها، او ان هي تظهر بقى وتعتذر له وترد له كمان الفلوس قدام الناس كلها. ظاهرة الأعمال والأسحار ومستخدميها أكتر بيكونوا من السيدات، أصبح المعظم بيلجأ له، لا كمان وبيبرر إن هو علم وبيرجع بيه حقه أو بيحافظ بيه على صحته وعلاقاته كمان ما بين الناس. غريبة إن السحر والشر بقينا نسلطه على البشر، سحر بنضعف بيه إيماننا بربنا سبحانه وتعالى اللي قادر يرد لنا حقوقنا، مش سحر يضعف من نفوسنا. والحكاية ما خلصتش على كده، وما زالت سلسلة الشر مكتملة. أما بقى تالت حكاية هي عن سحر في حذاء عروسة في نجا حمادي بمحافظة إنا. بنت عندها 20 سنة، فرحها كان في عيد الفطر، مش بتبقى عليه غير أقل من أسبوع تقريبا. بنت بتبدأ مرحلة جديدة من حياتها متدينة، بتحاول على قد ما تقدر إن يتقرب من ربنا بالطاعات. وفي يوم وأثناء نومها شافت منام غريب جدا أو رؤية، شافت إن فيه هدية من هدايا فرحها هتكون سبب في أذى كبير ليها. البنت قلقت، بدأت تفكر مين ممكن يأذيها، وبدأت البنت بعدها تستلم الهدايا، هدايا من نوعية فلوس، ملابس، حذاء. البنت شكل الحذاء خلاها تقلب فيه كويس، وخصوصا لما فتشت في كل الهدايا اللي جات لها وملقتش حاجة، لكن جت دور على الحذاء انها تفتشه. البنت لبست الحذاء بعد ما حاولت تفتش وتضغط عليه اكتر، ولما لبسته حست ان فيه شيء صلب، كتلة تحت الكعب. اعتقدت البنت في الاول ان ممكن بطانة الحذاء تكون صلبة، لكن والدة البنت اصرت تفتح الحذاء عشان تتفاجئ بلفافتين ورق. وبسرعة تم التواصل مع راقي شرعي في منطقة نجا حمادي. الراقي الشرعي ومع فتحه للورقتين اتصدم بخصل شعر وابرة وعظام صغيرة جدا لحيوان، ده غير طلاسم لسحر التفريق، سحر التفريق اللي مفعوله هيبدأ من اول يوم جواز للبنت، وده كان حقد وغل من صديقة عمرها واللي وصلها انها تعمل سحر تضيع بيه صديقتها. البنت العروسة واجهت صديقتها اللي انكرت ان هي ما تعرفش اي حاجة وانها اشترت الحذاء كده. طب اشترت الحذاء كده واسم البنت وخصل شعرها موجودين وتعرفوا منين؟ طب اشترت الحذاء كده واسم البنت وخصل شعرها تعرفوا منين؟ اما بقى عن حكاية خاتم نهر الفرات، ففي العراق وبالقرب من نهر الفرات اتفاجئ راجل بخاتم شكله غريب جدا، ولما فتحه اكتشف ورق الطلاسم عبارة عن ارقام وحروف واسم الجلالة الله، ولكن تم ابطال السحر اخيرا. وفي مصر ممثلة مشهورة جدا حياتها كانت على كف عفريت زي ما بنقول، حياتها اتشقلبت وخصوصا بعد ما عملت مسلسل ونجح جدا وكسر الدنيا، وده لان صديقتها وبدافع الغيرة عملت لها عمل بالمرض وانها تكون طريحة الفراش. حقد الصديقة نابع عن غيرة وغل ظهر في هيئة طلاسم في عمل بعدم الزواج، عدم الانجاب لدرجة العقم. وبالمناسبة امراض الفنانة وصلت لدرجة الاورام السرطانية في الرحم اللي تم استئصاله من مدة بسيطة، وده من كتر تجديد الخلايا السرطانية الخبيثة فيه. ربنا يرحمنا ويحفظنا جميعا ويبعد عننا أصحاب النفوس السامة الخبيثة. وما ننساش بقى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، صدق الله العظيم.
وبكده أعزائي المشاهدين والمستمعين تكون انتهت حلقة النهاردة وقصة النهاردة وتقارير النهاردة. بشكركم شكرا جزيلا. كان معكم محمد جويلي وبرنامج الكهف. سلام عليكم.